طمني عنك، شو أخبارك؟ أنا تمام، قاعدة والله عم فكر فيك. تقبرني حبيبي. ما بعرف شو خطر عبالي، بس بتتذكر من 4 سنين أول ما التقينا أنا وياك، وقت اللي قلتلي إنه أنتي البنت اللي بحلم فيها وبتمنى تكوني شريكة حياتي؟ أنا اللي بتذكر، شلون ما بتذكر؟ إيه، وأنا هيك قاعدة عم بتذكر. طب ليك حبيبي، حتى المشوار بتتذكر لما كنا بالحديقة قاعدين أنا وياك، ومرت بنوتة صغيرة هيك قدامنا، قلتلي يا الله كيف رح تكون شكل بنوتتنا وبدك إنه تكون بتشبهني، بتتذكر؟ بتذكر. طب وبتتذكر كمان من 4 سنين أول ما دقت طبخاتي وقت اللي بعتلك ياهن مع الحلويات، قلتلي يا الله شو مشتهي إنه كل يوم أطبخ لك، بتتذكر؟ لك أنا اللي بتذكر. طب حبيبي، وبعدين يعني مع الذكريات، والله صار لنا 4 سنين، يعني إنه أنت إمتى هيك رح تتجرأ وتجي تخطبني ونكون لبعض؟ إيه بس لتتحسن ظروفي إن شاء الله. حبيبي كيفك؟ إن شاء الله منيح. أنا منيحة ماشي الحال، ما عم بعمل شي. ليك فاضي شوي؟ بدي أقلك كم شغلة. ما بعرف شو كيف تذكرت، بس بتتذكر من 8 سنين وقت اللي كنت عم بقطف وردة، قلتلي اوعى تقطفيها، أنت أحلى من الوردة، شو بدك بالورد؟ بتتذكر؟ بتذكر. إيه وأنا بتذكر. طيب ليك؟ ايه كمان بتتذكر من 8 سنين، الله يرحمها امك، الله يرحمها، وقت اللي قالت لي انتي الكنة اللي بحلم فيها لابني، بتشبهيني بكل شي بكل شي، باكلاتي وتنظيفي وترتيبي وست بيتي، بتتذكر؟ لك شلون ما بتذكر، انا اللي بتذكر. منيح بتتذكر وانا بتذكر. طب حبيبي، بتتذكر وقت اللي مرينا من قدام محل مفروشات وشفنا فرش البيت وتمنينا كيف نعمل الصالون لونه بني وقط النوم أسود والمطبخ أحمر والحمام أصفر، تتذكر؟ ايه طبعا بتذكر. طيب وأنا بتذكر، يعني حبيبي هي صار لنا 8 سنين، إمتى بدك تخطبني بقى؟ والله مليت. بس لتتحسن ظروفي إن شاء الله. ألو حبيبي كيفك؟ الحمد لله أنا منيحة ماشي الحال، نشكر الله. أنت شو أخبارك؟ ألف الحمد لله حبيبي. والله ما بعرف كيف اجت ذاكرتي، والله ما بعرف كيف اجت، بس قلت بدي اقلك شو تذكرت. تتذكر من 16 سنة لما حضرنا عرس بنت اختك لينا؟ تتذكر زفتها شو كانت حلوة وقلت لي والله لا اعمل لك زفة احلى من هي؟ بتتذكر؟ ايه بتذكر. لينا صار عندها اولاد ورح يصيروا شباب ما شاء الله ورح تجوزهم يا حبيبي. الحمد لله. طب حبيبي، بتتذكر أول مرة شفتني وقت اللي قلت لي ريتك تقبشيني على هالسنان اللولو شو حلوين؟ بتتذكر؟ ايه بتذكر. والله هروا سنان لك حبيبي، ركبنا اصطناعي وعايفين حالنا والحمد لله راحوا السنان. آخ على هديك الأيام يا حبيبتي. ايه يحب تتذكر وأنا أتذكر. ايه بس اسمع اسمع، تتذكر لما كنا ماشيين سيران على طريق السفر ونحنا بالطريق صار ضباب ضباب كتير وانت ما عدت تشوف، وانا قلك لا تاكل هم تقبرني خليك على طول على طول انا شايفة، وقلتلي ما شاء الله على هالعيون؟ بتتذكر؟ بتذكر.
طيب بس قلي لك حبيبي لأمتى يعني لأمتى؟ أول 4 سنين ذكرتك قلت لي لتتحسن ظروفي، رجعت قلت لك بعد 4 سنين تانيات صاروا 8 سنين كمان قلت لي لتتحسن ظروفي، رجعت ذكرتك لما صرنا 12 سنة قلت لي لتتحسن ظروفي، صرنا 16 سنة لك حبيبي قلي لأمتى لأمتى؟ حبيبتي هلا يعني إذا حبيبك ظروفه ما بتسمح له ما تحرجي كل 4 سنين تقولي له أمتى بدك تيجي تخطبني. ايه هات لنشوف. اللي يا ابني شو في سيدي؟ لقطنا بالشارع سكران. شو قال لقطوك بالشارع سكران؟ لا يا سيدي سكران بالشارع. سيدي مو هيك كمان كمان كامش القنينة بالشارع وعم يشرب علنا. شو يا قال كامش القنينة بالشارع وعم تشرب علنا؟ والله كامش الشارع علنا عم بشرب عم بمشي بالقنينة. سيدي كمان مو هيك عم يعمل مشاكل بالشارع. شو قال عم تعمل مشاكل بالشارع ولك؟ خلاص سيدي خلاص خلاص انت خليك هيك لافف رجل على رجل مثل النسوان على قالولنا قالولنا. امبلا بدي روح اسوق وحضرت حالي كمان. لك ما في روحه يعني ما في روحه خلصنا. طيب ليش ما في روحه؟ لك يا بنت الحلال كل ما بدك تنزل على السوق بتكسري الميزانيه. وانت شو شغلتك؟ بس راس هذا بترشلي على اهلك. وهيك ها؟ اوعك تجيبي سيره اهلي كل شيء لاهلي. ماما يا ماما شو قالت المثل اللي بيقول المرأة الصالحة تهز سرير ابنها بيمينها وتهز العالم شمالها؟ بعدي هيك شو هاد يا والله شغل طلع بالكف شو النسوان. المرأة الصالحة تهز شباك انت التاني ولا شباك؟ بابا قالت لي مثل ماما بس نسيته. ايه هذا اللي بيقول المرأة تهز العالم بيمينها؟ ايوه لا مو هيك بابا، بيقول المرأة الصالحة عرفته بس المرأة الصالحة هي التي تهز سرير ابنها بيمينها وسجل عندك وتهز بدن زوجها بلسانها. تعال 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 لوين يا ميسر؟ رايح اجيب جلائي اليوم النتائج. ايوه ان شاء الله خير مع انه مالي متامل خير. على كل حال اذا جبت الاول على الصف الك مني 1000 ليرة. عن جد بابا؟ عن جد. لك تكرم عيونه. بابا لك شبك بلشت عيط شبك. ايدك على 1000 ليرة مثل ما وعدتني. إيه جبت الاول على الصف؟ معلوم جبته. حموره فوت هذا أول عصاف. ألو إيه لا والله قبضنا اليوم نزل دفعت مي وكهرباء وتليفون تأخرت شوي معلش يعني لا إيش جاي إيه موظفة وين الراتب؟ يا عمى وين الراتب؟ شو هدول؟ دافع هاتف 16000 وكهرباء 9000 ومي 5000 شو هاي؟ يا حرام شو معلي فاتورة الديون هذا الشهر 25000 والله شفت عليه. وينك يا استاذ؟ تعال ايه تعال مور مع حضرتك موظف ما هيك؟ اي والله ان شاء الله ما تواخذني انا 27 سنه بنشل جزادين بس هالمره شفت عليك انت موظف ما؟ اي والله راتبك 45000 دافع كل هاي الفواتير اليوم؟ قلت معك يا دوق خذ حبيبي تعال كتر خيرك تعال هاي فوق كمان في شيء 100000 الله يخليك لا خلاص خلي هدول لك انا اعمل لك كتر خيرك الله يخليك ولادك يا رب.
لك يا ميت اهلا وسهلا بميوشة. ولك شو هالحلا لك ميوشة على اساس ما في شي بالحال من لك كل هالتياب وهالجخ و... حبيبتي تغيرت الاحوال كلياتها. انا حاليا عم بشتغل وعم طلع مصاري كتير. شو عم تشتغلي؟ ديليفري. يعني بتنقلي طلبات؟ لا بنقل حكي.